أقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله ورعاه هذا اليوم بزيارة إلى القيادة العامة لقوات دفاع البحرين. فلدى وصول سموه حفظه الله كان في الاستقبال معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقد أشاد سموه بمستوى الجاهزية القتالية والإدارية والمعنوية العالية التي يتحلى بها منتسبو قوة دفاع البحرين وبالدور الوطني المخلص الذي يقومون به من أجل حماية الوطن ومنجزاته ونصرة الحق والعدل، شاكرا سموه جهودهم وإسهاماتهم في أمن واستقرار المنطقة حتى أصبحوا مثالا في الولاء والتضحية والكفاءة والفعالية. وقدم لسموه حفظه الله خلال زيارته إيجازا حول الاستراتيجيات والخطط المستقبلية وبرامج التطوير والتسييح لتعزيز قدرات منتسبي قوة الدفاع وتأهيلها بأفضل مستويات التدريب وأرقى العلوم العسكرية، كما تم استعراض التطورات الراهنة في المنطقة. في ختام الزيارة أهدى القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد نسخة من كتاب خليفة بن أحمد السيرة والمسيرة، حيث يستعرض مسيرة المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وإسهاماته في التأسيس والتطوير لقوة الدفاع.